معكم شركيات شركة كيف تركي فيديو جديد. طيب شباب، فيديو اليوم راح نلعب مع بعض طور الزومبي بلعبة ايباكس ليجند. اللي ما بيعرف لعبة ايباكس ليجند من افضل العاب الباتل رويال بالنسبة الي الموجودة حاليا. لعبتها اول ما نزلت، حركت اللعبة، وصلت اخر ليفل وبعدين قطعت عنها، وحاليا في كتير اشياء صايرة باللعبة، سيزون جديد، شخصية جديدة، ماب كل جديد، وحاليا لايفنت الهالوين في طور زومبي، فقلت زومبي ولعبة باتل رويال احبها لازم ادخل واجربها. وحاليا رح ندخل مع بعض نلعب اللعبة ونجرب طور الزومبي. وحاب انوه انه هالفيديو عليه جيف اواي لاربع اكواد ايباكس كوين مقدم من اي اي الشرق الاوسط، الله يعطيهم العافية. بعتولي اربع اكواد، كودين يعطيك 2000 كوينز جوا اللعبة، وكودين يعطوك 1000 1000، فرح يكون عندنا اربع فائزين بهذا الفيديو على الكوينز. فاذا تلعب ايباكس ليجند وودك تشارك بالمسابقة، كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك اي تعليق وراح تفوت بالسحب. حتى لو ما تلعب اللعبة شارك، لو فزت فينك تبيع الكود، فينك تعطيه لصاحبك اللي يلعب اللعبة. فايه يلا خلينا نبدأ بالفيديو. هلا والله شباب، طبعا حاليا اول جيم لي راح العبه بطور الزومبي اللي اسمه شادو فول. اوكي، ما اعرف ايش عن الطور والله. الطور كاتبين ديد ليجند ريسبون اس شادو سيرفايف اند اسكيب وذ فاينل 10 ليجند، انه لو متت راح ترجع كزومبي او شبح وتصيد اخر 10 عايشين. اوكي طبعا في ماب الجديد مثل ما شايفينه، للحين ما لعبت ولا جيم بالماب الجديد. في رانكت ليج طبعا، انا مثل ما شايفين موصل اخر ليفل ماكسيموم بايباكس ليجند، وصلت اخر ليفل وسحبت عليها للعبة لانه حسيت انه خلاص سويت كل شيء باللعبة وكذا، بس حاليا مليان اشياء، التحديات على اليمين ما ادري عنها، في سيزون باس جديد، في شخصية جديدة لسه ما اشتريتها اصلا اللي هو هاد كريبتو. فخلنا ندخل نشوف جيم الزومبي، وانتم شايفين الشخصيات ورا عيونهم اورنجية، ايفنت هالوين شكله خرافي. اوكي شباب، دخلنا جيم. حسب ما فهمت الى الان انه هو باتل رويال عادي، بس لما اموت ارجع كروح او كشبح او كزومبي. اوكي، حتى الماب مظلم مثل ما شايفين، والله الوضع مخيف. طيب انا شايف في دائرة اصلا، فرح انزل في الدائرة. وليش الديناصور لونه اخضر؟ Dead Legend Respawn as Shadow. اوكي لكن عادية، بس الميتين رح يعيشوا كزومبي. في 31 واحد بس، اما والله قليل. انا نازل في نص الزحمة متحمس، وانا تارك اللعبة من شهرين فناسي التحكم. بسلاح مثل العالم. اوه لا، سلاحه لا سلاحه لا سلاحه. اوكي وينج وان وينج وان وينج وينج مان وينج مان كويس شوي. القم يا زبال تعال. قاعد اشوف كثير ناس، خليني امشي ورا هاد. هي نعم بسم الله. اوكي لكن لازم اهرب المفروض، بس في واحد هنا. هي زومبي. اوكي بعيش كزومبي حاليا، الحين فهمت الوضع، والزومبي اقوياء مره يعني. طب انا وزومبي فيني اخذ سلاح ولا لا؟ ما اظن يمديني اخذ سلاح. اوكي راح يكون هيلثي واطي اظن، بس اذبح بطلقه واحده ما يمديني اخذ سلاح، ولا يمديني افتح باب. اما ايوه مستنى واحد يجي لهون وننقض عليه. اي لا لا لا، والله كنت ابي بس اضرب بابي انزل. شفتك ياكي. ايوه نفس اللي ذبحني صح. الله
تعال 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 تعال. هو نفسه والله لو ذبحني مرة ثالثة عيب. حرام كل والله لا اجيبك والله لا اجيبك لو وين ما رحت يا تكلم. تعال 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 نازل عليك. ها هيا ريلاكس ريلاكس بشار ريلاكس الوضع. هدفي اليوم اجيبه بس لو جبته خلاص انا اعتبر حالي فايز. لا تقولي حد غير شاله. لا لسه موجود. انا بيشيله هذا لي. القم القم القم. اسف شباب تحمست شوي. خلاص ما في حد حاقد عليه غيره. طب صح شباب انا مين يتحكم فيني ريكتوفين ولا سامانثا ولا الشادو مان؟ يو ار فيكتوريوس. اوكي لانه ما ادري يهربوا. حلو هي اوكي بلعب الجيم الجاي وبحاول اني ما اتحول زومبي في الجيم الجاي. والله ما ادري مين اختار. انا متعود على ميراج بس حاس ما ينفع لهال اوكتين اوكتين اهرب من الزومبي. صح يا اخي انت بعيد انت بعيد ليش تحارش وانت بعيد كمان يا اخي ليش حارش. اسمعوا حارشوا مع بعض خلوني لحالي. هاي 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 ايوه ضربوا مع بعض انتوا كل واحد في زاويه ما شاء الله عليكم. يلعن. اوكي شباب انا كان عندي مكان سري لما العب اللعب العادي بدون الزومبي انزل فيه هذاك المكان بالزاوية فبنزل فيه وشكله هلا على اليمين بينزل فيه. أرجوك انقلع. ممكن لو نزلت فيه أفوز. يا ليل ما في فايدة والله. أوكي بنزل هون. هلا والله بالزين وهلا والله بالزين كمان وهلا والله بالزينين وهلا والله بالثلاث زينات وبس خلاص كنت بقول بالاربع زينات بس خلاص. كل زق. اوه التنين ينفق نار خضراء نايس. اوكي ان شاء الله يطلع لنا هلا بالزين والزينين والثلاث زينات نفس اخر جيم. هي نعم نعم يا خوي. شو هاد؟ اوه اوكي نايس اذبحه يطلع لي لوت. هلا بالزين الاول ان شاء الله يكملوا باقي الزينات. الزين الثاني حلو باقي زينين كمان. ما في زين ثالث شكله والله بس نوقف على زينين. الزين الثالث حلو حلو حلو. اسلحتي مية مية فقط بحتاج درع اي درع حتى لو ابيض. في ناس هون في زومبي هون. فكنا يا زومبي. ايوه انقلع. برجع مكاني السري اقابل الشخص اللي كان فيه. هولي شيت شو قاعد يصير هون؟ مكاني السري صار سري اكثر. سلاح جديد بعمري ما لعبت فيه. واو في واحد هون.
اقسم بالله ايمي زباله، ايمي زباله والله، ما ادري كيف ذبحتها. ايمي جدا تعبان. السلاح شكله قوي بس مالي داخل اتعلم الحين انا. اوه الدائره 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 الدائره، خذ الشوت جان وامشي امشي امشي امشي. لا 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 والله عيب يا اخي. كم هي عندي؟ 11 هيل. انت تستطيع يا بشار. يلا يا خوي يلا يا خوي يلا يا خوي يلا 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 يا خوي. تخيلوا افوز شباب، تخيلوا افوز هالجيم. اقسم بالله لو شالني كنت بقول كلمة ما هي زين. لا لا الدائرة 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 الدائرة، من لوتة من لوتة على السريع من لوتة على السريع. هات شيلد بنفسجي، هات لوت، ابي امو ابي امو، هات شنطة حلو، امو امو، لا هو هيل 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 شيلد. ما عندك امو؟ ليش فقير ما عنده امو اللي انا ابي؟ خلاص امشي 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 امشي، لا تطمع لا تطمع. زومبي كان بيشيلني الكلب. تعرفوا كيف سمعت الزومبي يا شباب؟ باستعمال سماعة استرو اي 40 متواجدة حاليا بالسوق، تقدر تلاقي لينك الشراء. همزة 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 همزة. انا ابو الاعلانات اللي تكون كذا شو مستفزة. You survived into the top 10. اليوم يا شباب توب 10 اشخاص وصلوا توب 10. اوه توب 10 صرنا سكواد مع بعض، نصير اصدقاء، نعمل هيل لبعض وكذا. يا زومبي يا زومبي انقلع. حاليا فقط نتنافس على الزومبي. اوكي خلني لازم اروح قدام والله والله يا عيال جيم حماسي. الحين اخر 10 نصير مع بعض. يا نحن نفوز يا الزومبي. نو شت ما في امو يبا. اخي والله تحمست، لازم تخرب. قاعد يعمل لي تيباق الكلب. اوكي اظن يمدينا نفوز. ايوه لو واحد منا، ايوه فريقنا هرب. كفو يا دانييل، بيعطيني فيكتوري صح؟ جيم اوفر فيكتوري لانه فريقنا هرب صح؟ فيكتوري، بس ابي اشوف كلمة فيكتوري. خلاص بكون مرتاح، ما راح ندخل جيم ثاني.